على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. بازيغو مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة قروان، أهلا وسهلا بكم لكل. هذه سانتي 5.0، المجازين الوحيدة في تونس، حواراتنا وتحقيقاتنا تكون صحية طبية وعلمية بامتياز، وهو القائل الحقيقة تنبع من مجادلات الأصدقاء. العلامة التونسي محمود المس تتسويت سومير. بعد شوية في أجندة سانتي، وكل عادة باش قدم لكم بعض الأرقام التونسية وخاصة فيما يخص الأمراض وعدد الوفيات في العالم وخاصة في الشرق الأوسط. وزيدا مش أحكي لكم على كواد نوف سانتي حول الحقيقة آخر الأبحاث العلمية التونسية. هذا وأكثر في ساعتكم الأولى من 10 حتى لحظة ساعتنا الثانية، باش يكون حاضر بعدنا دكتور رضوان الصدفي، وباش يكملوا نحكيوا معه حول مشاكل الجهاز الهضمي وشهر سيدي رمضان. شهر رمضان معروف عند التوانسة بالماكلة والإكثار من الحلويات والمشروبات الغازية والعادات الغذائية السيئة. النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان، مشاكل الهضم وكيفية الوقاية منها، أسئلة جاوبنا عليها الدكتور المختص في أمراض الجهاز الهضمي رضوان الصدفي في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70 035 120. مع الحايم، صحتكم بالدنيا. صحتكم بالدنيا بارتين من 11 حتى نص النهار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، هذه إذاعة القاهرة وللصحة على 93 سينو على 3W راديو الحياة فان .net. مشكل الهضم حتى في الأسبوع الثالث هذية، خاصة التخمة، باش كيفاش نتصحروا مليح، كيفاش ما نقلقوش رواحنا. هذا وأكثر باش يكون موضوعنا في علو دكتور. شهر رمضان معروف عند التوانسة بالماكلة والإكثار من الحلويات والمشروبات الغازية والعادات الغذائية السيئة. النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان، مشاكل الهضم وكيفية الوقاية منها، أسئلة جاوبنا عليها الدكتور المختص في أمراض الجهاز الهضمي رضوان الصدفي في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70 035 120. مع الحايم، صحتكم بالدنيا. أكثر من مليار شخص من سكان الكرة الأرضية مرضى بارتفاع ضغط الدم، هذا في شيفر سانتي. شيفر سانتي في دراسة اللي غطت الفترة الواقعة بين 1990 و 2019، وين جرى استخدام قياس ضغط الدم وبيانات العلاجات لأكثر من 100 مليون شخص تتراوح أعمارهم من 30 و 79 عام في 184 دولة، وذلك يغطي 99% من سكان العالم. وين وجد الباحثون أن هناك تغيير طفيف في معدل إجمالي ارتفاع ضغط الدم في العالم من عام 90 حتى العام 2019، ولكن تحول العبء من الدول الغنية إلى الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل. وعلى الرغم أن نسبة الأشخاص اللي يعانيوا من ارتفاع الدم قد تغيرت بشكل طفيف منذ عام 1990، فقد تضاعف عدد الأشخاص المصابين إلى 1,280,000 شخص، ويعود ذلك في المقام الأول إلى نمو السكاني والشيخوخة. وتشير الدراسة أنه أكثر من نصف الأشخاص، 53% للنساء و 62% من الرجال، مصابين بارتفاع ضغط الدم، أو 720 مليون شخص لم يحصلوا على العلاج اللي يحتاجوا ليه. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. سانتي 5.0 خطة هي أهم باش نحافظ على صحة جيدة، وخاصة الجهاز الهضمي يتقلق شوية مع شهر سيدي رمضان والعادات السيئة. هذا باش يكون موضوعنا بعد بشوية في هلو دكتور. شهر رمضان معروف عند التوانسة بالماكلة والإكثار من الحلويات والمشروبات الغازية والعادات الغذائية السيئة. النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان، مشاكل الهضم وكيفية الوقاية منها، أسئلة جاوبنا عليها الدكتور المختص في أمراض الجهاز الهضمي رضوان الصدفي في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70 035 120. مع الحايم، صحتكم بالدنيا.
19e كونغري دو لا سوسيتي تونيزيان دو شيروجي هذا باش يكون موضوعنا في اجندا سانتي. اجندا سانتي أبروبو هذا باش يكون بتاريخ 2 و 3 جوان 2022 فيما يخص 19e كونغري دو لا سوسيتي تونيزيان دو شيروجي لي مومبر دو بيرو دو لا سي اس ال اي سون او دو ووز انونسي لا تونو دو لا 19e كونغري ناسيونال دو لا شيروجي بين 2 و 3 جوان 2022 بأحد نزل الخاصة بتونس. نعاود ذكركم انه باش يكون فما مشاركة دولية من عند لي شيروجيان وهذا هي بور لي جون شيروجيان اورون لوبورتونيتي دو بريزونتي لور ترافو. اخر دات باش تكون راي 1 ماي بور لا سوميسيون لو بور لي انسكري فيما يخص فيما يخص 19e كونغري هذا، وين تنجموا تلقاو اكثر التفاصيل على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياه تفهم اذاعه القيروان للصحه. هذا فيما يخص 19e كونغري ناسيونال دو لا شيرجي من 2 3 جوان 2022. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياه تفهم. سونتي 5.0 نعود نذكركم من بعد شحكيو على مشاكل الهضم وخاصة كيفاش تتسحروا على الأقل في قدم الأيامات هذيا. هذا وأكثر مع دكتورنا سيرة دوين صدفي. شهر رمضان معروف عند التوانسة بالماكلة والإكثار من الحلويات والمشروبات الغازية والعادات الغذائية السيئة. النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان، مشاكل الهضم وكيفية الوقاية منها، أسئلة جاوبنا عليها الدكتور المختص في أمراض الجهاز الهضمي رضوان الصدفي في ألو دكتور من 11 حتى النصف النهار. كلمونا على 70 035 120. مع رحيم صحتكم بالدنيا. هذا اللي استنى فيكم من بعد بشوية، واليوم في دروات سانتي باش نقول لكم ما هي مظاهر الرعاية الصحية حسب المنظمة العالمية للصحة. توت سويت دغوا على سانتي. وين قامت المنظمة العالمية للصحة بتحديد المظاهر الأساسية للرعاية الصحية بناء على مجموعة من المطالب وهي كالآتي: الأمن والأمان، وين يعتبر الشعور بالأمن والأمان من أهم المتطلبات الأساسية للأفراد في المجتمع لكي يستطيع العيش حياة صحية بعيدة عن الضغوطات. المسكن من أهم مظاهر الرعاية الصحية أيضا، الحرص على توفير المسكن الملائم والمناسب لجميع أفراد الأسرة للحفاظ على صحتهم والوقاية من الأمراض. التعليم، وين يعتبر التعليم من أهم المظاهر الرئيسية، فمن خلال التعليم يزداد وعي الشخص بالصحة العامة، وبالإضافة إلى ذلك يصبح الشخص على علم ودراية بكيفية الحفاظ عليه ووقاية من الأمراض. الغذاء، وين تعتبر التغذية السليمة والمتكاملة من أهم الضروريات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للفرد، ولذلك يجب الحرص على توفير الوجبات الغذائية المتكاملة والمتوازنة اللي تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم لوقاية من الأمراض. الدخل، وين يعتبر الفقر من أهم الأسباب الرئيسية اللي تؤثر بشكل سلبي على صحة الفرد النفسية والجسدية والاجتماعية، ولذلك فلابد من توفير دخل مادي مناسب وملائم لجميع الاحتياجات الفرد لكي يستطيع الشخص توفير جميع متطلبات الأساسية. استقرار البيئة، وين تسعى المنظمات العالمية للصحة بشكل دائم إلى توفير بيئة مناسبة ملائمة ومناسبة لكي يستطيع الأفراد العيش بداخله، لأنه في حالة حدوث خلل في التوازن البيئي يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة للفرد، مثل تعرض البيئة للفيضانات، الأمراض الحمضية، الأمطار الحمضية وغيرها من الكوارث الطبيعية والأخرى اللي تخل بالنظام البيئي. توفير الموارد البشرية بشكل دائم من أهم المظاهر الرعاية الصحية، الحرص على توفير جميع أنواع الموارد بشكل دائم ومستديم، سواء كانت موارد طبيعية بشرية أو موارد مادية، لأن استدامة هذه الموارد تساعد بشكل كبير في الحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بالكثير من الأمراض. العدالة الاجتماعية والمساواة، الحرص على تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع في مختلف مجالات الحياة، كما يجب توفير جميع الحقوق والواجبات التي يجب أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع، سواء كانت صحية أو اجتماعية أو غيرها من الحقوق الأخرى. وتجد الإشارة هنا إلى أن جميع المتطلبات السابقة لا تقتصر على الهيئات والمؤسسات الصحية فقط، ولكن تقتصر حتى على المجتمع المدني. كانت هذه إجابتنا اليوم على سؤالنا ما هي مظاهر الرعاية الصحية في دروات سانتي. أهلا وسهلا بكم على راديو الحياة تفهم. مع الشهر من شهر سيدي رمضان مش يكون موضوع يالو دا. شهر رمضان معروف عند التوانسة بالماكلة والإكثار من الحلويات والمشروبات الغازية والعادات الغذائية السيئة.
النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان، مشاكل الهضم وكيفية الوقاية منها، أسئلة جاوبنا عليها الدكتور المختص في أمراض الجهاز الهضمي رضوان الصدفي في ألو دكتور من 11 حتى نصف النهار. كلمونا على 70 035 120. مع رحيم صحتكم بالدنيا. دكتور من صدفي أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك سي عبد الرحيم، وأهلا وسهلا بمستمعين الكرام مستمعي إذاعة الحياة فان. ال 15 يوم الثانيين مهمين برشا في شهر سيدي رمضان على مستوى الروحي وعلى المستوى الجسدي دكتور، هكا ولا؟ نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مش نتحثوا على الأعراض الصحية اللي يمكن يلتقوها بعض الناس وبرشا خذ راحتك خذ راحتك دكتور، في 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 شهر رمضان فما ناس عندهم الاعراض هذه وربما تتفاقم وتزاد في رمضان، وبعض الناس خلينا يكونوا في وقت الافطار لاباس عليهم الا وقت اللي يدخل رمضان تجيهم تتحير عليهم في رمضان الاعراض هذه. انا قبل ما نبداو نستعرضوا هالاعراض هذه وشنو هي اسبابها وكيف نعالجها، انا ماذا بيا نركز على نقطة مهمة جدا وهو الـ 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 الأكل بغير وعي. تو نشوفوا سبب المشاكل اللي تقع الناس في رمضان هو مشكلة الأكل بغير وعي، وهذه مشكلة التغذية سي عبد الرحيم. ستكون مستقبل الطب وتو نتذكر بعضنا في السنوات القادمة مش يولي الطبيب ما عادش يركز على الحربوشة والزريقة والمفتول والسيرو، لا مش يولي يركز على التغذية متاع الإنسان، لأن تبين أنه الصحة متاع الإنسان يقع لها توعك إذا كان هو خلوة في المأكل، إذا كان مخداش التغذية الصحية متاعه، إذا كان يأكل بغير وعي. وقت اللي يقولوا الإنسان يأكل بغير وعي فهموني مليح، هو الناس اللي ولت ماذا تاكل، الناس ولا تاكل اللي يجي، المهم انه تعجبوا التصويره، تعجبوا الحبكه، تعجبوا الدبوسه اللي فيها الشيء هذاك ياكلها، مي شنو اللي في وسطها ما يلوش عليه برشا. هذه مشكله، ماذا ناكل، كيف ناكل، هذه مهمه ياسر، كيف ناكل. النقطه الثالثه هو الـ 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 المائده متاعنا وقت اللي نحطوها، يا يا يا, يا اخوان المستمعين يفهموني مليح، وقت اللي تحط المائدة متاعك قدامك ما يلزمش يتحطوا فيها حوايج ما يقابلوش بعضهم، يلزم يكون هناك أرموني انسجام ما بين اش حطيت في الشربة واش حطيت في السلطة واش حطيت في البلا برينسيبال. هذه نقطة مهمة فهموني فيها مليح، مش ممكن باش الإنسان وانا نقول هكاك ياكل الحم والدجاج، لا جيش. لا ما يجيش، يجب أن يكون هناك انسجام في الـ في الـ في الـ في المائده. وهناك زاده نقطه اخرى وهذه انا مش ناكد عليها، وان شاء الله نتمنى من كل قلبي انه الاخوان المستمعين اللي يستمعوا فيا يتبعوا لي هالترتيب نتاع نظام الاكل، اش تاكل هذه قبل هذه، هذه الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه هذه الرابعه، ان شاء الله وخياني انا مش نعطيكم الكرونولوجيه هذه نتاع الماكل وطبقوها، انا امور علميه، اما طبقوها وستراوا الفايده الكبيره نتاعها. به انا كيف فهمت قلت لي غياب الوعي في الماكله، تعرف شنو التصويره اللي جاتني في بالي دكتوره؟ هاي. اللي مع شقا فتره صحيح تتحط المائده وكل شيء صحيح هو قاعد ياكل، لكن عينيه ومخه في المسلسل في التلفزه اللي تبدا مقابله، هذه 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 تو نشوفوا اش يمكن يحدث عليها. نتذكرك اللي كابتور اللي قلت لي عليهم وقتني مركزين في مسلسل وفمك مركز في الماكله. فوالا هذه طريقه كيفاش ناكلوا، هذه طريقه كيف ناكل، ولذلك انا مش نركز ماذا ناكل، كيف ناكل، الترتيب نتاع الاكل نتاعنا، ثم الانسجام في المائده اللي تتحط قدامنا. الاعراض هذه اللي تعرضوا لها الناس، احنا اخترنا 5 اعراض، 4 هما موجودين برشا، اللي هو الجلد، اللي هو الناس اللي تحس بالكرش نتاعها تتنفخ بصفه غير عاديه بعد حنان الفطر. المشكله الثالثه هو الاحساس بسوء الهضم. قلت هضمت بالسيف الماكله مازالت، يقول لك يبدا الانسان يلوش شنو الوضعيه اللي يبدا قاعد فيها باش يرتاح، لانه فما عمليه سوء هضم يحس بها.
الحاجة الثالثة وهي منتشرة برشا هو الإمساك القذف. الناس معناه في رمضان، والإخوان المستمعين محقق قرم قالوا موجود الشيء هذا بكثرة. فما وضعية خامسة إن شاء الله نلقاو الوقت باش نتحثوا عليها، هو الناس اللي مرضت بالكورونا والحمد لله شفاهم ربي وعافاهم من هالوباء الخطير، ولكن الكورونا هذه خلات مخلفات في الجهاز الهضمي، مازالت عندهم بعض المشاكل. مش نعطيهم بعض الحلول، بعض العلاجات الطبيعية اللي باش يتخلصوا من هالمخلفات نتاع الكورونا. 70 035 120، بعد شوي نبدا ناخذ في تليفوناتكم. دكتور الجير سيدي، قولك الجير بعد ما شقيت فترة يبدأ طالع هابط الجير لنا قلقت. سي عبد الرحيم، الجير هذية اللي هي حرقة يحس بها الإنسان، حراق يبدأ طالع هابط، بعض الأحيان يوصل إلى أنه يشرق المريض، ساعة الإنسان يشرق بالريق بتاعه. سبب الشرقة هو راهو الجير، هي الحموضة وقت اللي تطلع الفوق تعمل أك الشرقة هذي. شنو السبب نتاعها؟ إحنا ربي خلق لنا صمام في اخر البلعوم نتاعنا، عندنا صمام سكون ابل لو سفانكتير انفيريور دو لوزوفاج. هذايا الصمام وقت اللي تجي هابط الماكله يتحل، بعد ما تهبط الماكله توصل للمعده يتسكر. فما الجير هو وقت اللي يترخف الصمام هذايا الميسكول هذايا يترخف، تولي وقتها الحموضه تطلع للمعده وتسبب الحرقه والقلق اللي يحسوا به الناس اللي عندهم الجير. دونك هذا السبب الرئيسي العضوي نتاع الامور هذه. ولكن فما حوايج تعاونوا هذا يا سيدي الميسكول باش يترخف، وهي السبب فيها هي نحنا، هي الماكله نتاعنا. اشنو هي سيدي اسباب الاسباب نتاعها؟ هو وخاصه هذه تقع في رمضان، هو ان ناكل السوائل برشا. صحه الشوربه تقريبا موجوده على كل مائده. انا ننصح الخيال ندخلوا توا في العلاج، ننصح الخيال اللي عندهم الجير الشوربه نتاعهم ماذا بيا تكون شوربه خاثره شويه، عاقده ماشي جاريه برشا. شنو هي عاقده؟ معناها شوربه التشيش باهي، يكثروا شويه من التشيش، يدبشوها مليح، حطوا فيها بزيد عدس بزيد جلبانه، وهذايا يعاون باش رغم انها هي جاريه تعمل الجير او معناها قراب لبعضهم، فهمتي شو؟ لا ماهوش بعيد. الوقت اللي تبدا خاطره ما تعملناش الجير. فما شوربه اخرى انا ننصح بها الخيال اللي عندهم الجير، هي شوربه العدس. شوربه العدس واكثريه الناس توا عن طريق الانترنت عن طريق ذا ولو يعرفوا كيفاش يطيبوها. فما شوربه اخرى انا ننصح بها وهي فيها افاده كبيره ياسر، هي سالاد دو ليغوم، شوربه الخضار. ياخذوا الخضار الكل، اللفت والسفناريه والقراع والكلافس والسلق واللحم، يخلطوهم كل بعضهم يطيبوهم، بعد ما يطيبوا ويستويوا يعملوهم في الميكسير. او كتجي يعني صحفه ما شاء الله، اولا من ناحيه التغذويه ما شاء الله، اللي فيتامينات الكل فيها، المعادن الكل فيها، البروتينات الكل فيها، وهي مغذيه ياسر وما تجيبش الجير. اللي يجيب الجير هو توا جماعه القراوه يعرفوا الشيء هذا، هي ماكله الزدر يا سيدي، اخطانا من الزدر في رمضان، وخاصه الناس اللي عندها الجير. الحسو اخطاونا منه، فهمتيش ولا؟ لانه ما يجي الا حار، ما سخن وفيه وفيه شويه خميره، ما سخنه الدنيا شويه ما يبعدوا عليه توا الحسو. سايب علينا من الزدر، سايب علينا من الجير، وسايب علينا من الشوربه نتاع لسان عصفور. اخطاونا منها هذه لان عجين، ولكن اللي يعملوها بالفيرميسيل انا ننصح الخيان خاصه اللي عندهم الجير، حتى اللي ما عندهم الجير ننصحهم يبعدوا على العجين في وسط الشوربه. الافضل انه ياكلوا يا خضروات يا 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 نعم تشعير اللي نعملوه به ياسر. هذه اول نقطه في 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 العلاج، نوع الشوربه لان ولات بريسك بلا انديسبونسابل بالنسبه للرمضان. هذه كيفاش لازم تكون ماكله الشرب. ثاني نصيحه ننصح بها الخيال اللي عندهم الجير هو عدم شرب الماء بعد الماكله. يا جماعه الانسان اللي عنده الجير يبعد على شربان الماء بعد الماكله. الماء بعد الماكله ما يتشرب الا بعد على الاقل ساعه ونص ساعتين بعد الاكل. اشرب ما تحب انت من الماء، اما كملت الماكله منها تسقيها لي بالماء منها هذا راهو ممنوع
خاصة للناس اللي عندهم الجاه ومن الناس اللي ما عندهمش الجاه وما ننصحهمش بالشيء هذا. فما بالك الناس اللي عندها الجاه ما يلزمهاش تشرب الماء بعد الماكل. يصعب عملية الهضم. صعب عملية الهضم ولكن يعاون باش الحموضة تطلع. تصور انت ما معده معبيه بالماكله ما شاء الله عباها بالقداه وبعد يزيدها الماء. اول حاجه من خاطر المعده مش تبدا تخدم يعني على روحها في هذه كونتراكسيون بور 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 الفينومين لا ديجستيون. فكل كونتراكسيون هذيك اذا كان يكون الماء موجود بعد الماكله بالطبع مش يهز الحموضه واللي دام وهذا يعرفوه الخيان اللي عندهم الشيء يقعلهم الشيء هذا. الحاجه الاخرى اللي يمكن الضعف المسكن اللي قلنا عليه بلوطه هي ماكله المقلي. ووقت اللي نقولوا مقلي نقولوا كعبه البريك. يا جماعه راهو البريك انا قاعد نلاحظ هالسنين التاليه هذه خاصه عند العائلات الشابه العائلات الصغيره نتاع ال 30 ونتاع ال 40 ونتاع كذا قلت البريك وكانه حاجه اساسيه في الميدان نتاع ما يصحش غير الفتره دكتور. لا يجوز ان انا نقول لكم وتبارك الله انا عندي من العمر كمان معناها ما يسمح لي باش نقول الكلام هذايا واسالوا الكبار راي البريكه كانت شهوه في رمضان ينعم البريكه شهوه معناها ناكلوها مره في الجمعه مرتين في الجمعه اوغرام ماكسيموم ثلاثه مرات في الجمعه ما اكثرش. ما انت عاده جديده معناتها دكتور عاده جديده أنا ولات البريكه كل يوم محطوطه فوق الطاوله واسالوا الكبار البريكه كانت شهوه نشتهيوها في رمضان مريره في الجمعه مريرتين يا سيدي ثلاثه مرات توا ولات معناها راني نسال في المرضى اللي جيوني معناها عندك جاي يقول لي تو سويت انا كملت كعبه البريك منها وجاير شدني من يا اخي البريك مش انديسبونسابل مش انديسبونسابل. لا البريك انا نفضل يكون يرجع للعادات الباهيه العادات الصحيحه يكون شهوه البريك خاصه انه مقلي لو تقول لي اعطونا نحطه في الفور ما يسالش هو يكون اقل ضرر بالطبيعه شو حتى في الفور اقل ضرر اقل ضرر اقل ضرر لا فيه دسم وعظام وخاصه اللي كان يعملوه بالحشو نتاعو معناها كذا يعني مقلي واي حاجه مقليه بالطبيعه تسبب الجير وتعاون على باش يترخف اكل الميسكل هذاك. ولذلك انا ننصح الناس اللي مش تاكل وهذا تنقلوه في الاخر تنسينيش فيه سي عبد الرحيم الله يبارك وان الناس اللي اذا كان لازم يا اخويا نهار البريك كل سلطه قبل البريك السلطه صحن السلطه يتاكل قبل الشوربه وقبل البريك اذا لازم منها البريك هذه فمن فضلكم سبقوا لها بصحن السلطه ما تاكلوش البريكه طول لانه تعمل هالقلق هذا. حاجه اخرى اللي هي تعاون زاده في تكوين هالجاير هذايا وتعمل الجاير هذا هي ماكله الحلويات بعد الاكل. اي ملح وحلي وبناء وعلى ما صحيحش مش صحيح بناء وهدى اللي ياكل لي الحلو بعد الاكل. فما حاجه انا لاحظتها عند الشباب والشباب اللي يسمعوني يعرفوها هذه هو انه الاحساس بالجوع المفرط يقول لك رمضان ونستنى وقتاش وقريبش المغرب وقريبش كذا. يا انا مش نعطيكم معلومه علميه افهموها مليح راي ماكله الحلو وكثره ماكله الحلو هي اللي تعمل وتزيد وتبالغ جو. في الاحساس بالجوع زيد جوع لان اللي ياكل الحلو برشا هو اللي جوع اكثر اللي ما ياكلش الحلو هناك مش يقع كبح للاحساس بالجوع لان الحلو اش يعمل في الدم مش يلز البنكرياس باش تفرز اكثر انسولين واذا افرزت اكثر انسولين الانسولين تعمل الشهيه. شوفوا مرضى السكر عافاهم الله اللي ياخذوا الانسولين يقول لك انا ندق الزريقه منه ولا نولي ملهوف على الماكله واللي يرعش على الماكله. ليش؟ لان الانسولين تحفز على الاحساس بالجوع به وخاصه كي يبدا الحلو زليبي وانا مخارق اللي هي ديجا مقليه شويه قبل ومع الشحور نتاعها هي فيها زيت هي فيها فارينه هي فيها مصايب كبرى. انا نقول هالزليبي والمخارق سامحوني في الكلمه هي كارثه 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 على المعده على المعده كارثة فهمتي شو لا في الأكل متاعنا والله ليس ببعيد. البارح جاني مريض شاب
شاب في عمره تقريبا 27 28 عام، قال لي توا 3 ايام وانا متبلوكي، اش بيك شنو اللي عندك؟ قال لي كليت رطل زابية بعد الماكله. رطل قلت له رطل ما يشهر ما 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 مش رطل حاسس بها ثلاثه لانه تحسبه هو بك الميزان والشحور اللي فيه والمال اللي فيه معناها يجي يجي رطل كعبتين ثلاثة. قال لي راني متبلوكي والله تلزيت باش نعطيه ادويه قويه باش معناها يتسرح عني اليوم باش مش نشوف. قلت له غدوه لازم تجيني باش نشوفوا الامور هذه. نبقى على حلو متفاهمين سيدي بعد الماكل على حلو. اذا كان لازم من ماكلت الحلو نفضلوا انا على الاقل ثلاثه سوايع ساعتين بعد الاكل والحلو. فما كما قلت انا على البريكه راهي شهوه، الحلو راهو ذواقه راهو في المفهوم نتاعنا الاجتماعي والمفهوم الفلسفي نتاعنا الحلو ذواقه. الانسان يذوق الحلو مش صحن حلو قدامه يرحل بيه، لا مش معقول هذا مش معقول ومضر بالصحه. والان قاعدين نشوفوا كثره ماكله الحلو هذايا، والشيء اللي نجر عليها انه ولا مرض السكر حتى الصغار. صحيح مرض السكر ولينا نشوفوا فيه على جد 20 على جد 15 مش معقول. هذا مناش من الافراط والمبالغه في ماكله الحلو. به هذا فيما يخص الجير دكتوره. فيما يخص الجير خلينا نمشي نبيك للناس اللي عندهم النفخ في الكرش ونعاود نذكرك دكتور والساده المستمعين توا ل 11:36 دقيقه باش نقراو حساب باش نقراو حساب ما ينساش الدكتور توا نص نهار غير درج 57 دقيقة اخر حسابك معايا دكتور. النفخ في الكرش يا سيدي العوارض نتاعو ولو الانسان يحس بعد ما يحل الفطر نتاعو بعد ما يتعشى فما نفخ في الكرش نتاعو الكل خاصة في اجنابه يحس روحو ماهوش مرتاح. هل النفخة هذايا هي الاسباب نتاعو ماكلة الحار برشا. الحار برشا يعمل مشكلة النفخ هذه لأنه يعمل عملية يهري المعدة ويفرعسها في عملية الهضم نتاعها في بلاصة مش تهضم الماكلة في 3-4 سوايع تحب لها 6-7 سوايع. الحار معناتها تبطى تولي المعدة الحار سيدي. الحاجة الثانية وهي الناس تبالغ فيها في رمضان للأسف الشديد، وهذا ديما نقول ونرجع للوعي يجب أن نأكل بوعي. هو الحليب ومشتقاته يكثر الاستهلاك نتاعها في رمضان وخاصة البن والراي. الربيع توا فهمتي ولا البن موجود والراي موجود ما نبالغوش فيهم لأنه المبالغة فيهم هي تسبب عملية تخمير، وإذا تسببت عملية تخمير راهي مش تسبب لنا النفخ في الكرش. وذلك ذكرتنا بي قلت أخي بالعادات نتاعك الكسكسي وماهك ومعه البن والراي. أي وذلك ذكره دكتورة مش معقول به. المبالغة في ماكلة الحليب وخاصة الياغورت زادة الحليب ومشتقاته حتى في السحور دكتور كعبة ياغورت حتى في السحور. نعم أنا ضد الياغورت من أساسه لأنه قلتها أنا ونزيد نعودها. راهي كعبة الياغورت لو كان تجيوا تشوفوها شوفوا مكوناتها راكم تلقوها بكلها مواد كيميائية. صحيح. لأنها كعبة الياغورت هما يحطوا فيها برشا دي برودوي كونسيرفاتور باش كعبة الياغورت تقعد في الحانوت مطيشة في السخانة ربما مشي حتى في الجدار تقعد بالجمعتين ثلاثة وما يصير لها حتى شيء. علاش؟ لأنهم حاطين فيها مواد باش تستحفظ عليها. المواد هذيك هي مواد كيميائية. أنا مش ناكل في الحليب ولا ناكل في مقويات الحليب، أنا ناكل في مواد كيميائية مضرة لي برودوي كونسيرفاتور. نفس زيد معاها المنكهات لي زارام هذه الشوكولاتة هذا فريز هذه توت هذه بوفريو هذا روغلط هذا روغلط هرام دي برودوي شيمي. يا ناس ابعدوا على الياغورت وخاصة بعدوا على صغيراتكم راهو كله دي برودوي شيمي ما فيه حتى فائدة. وشوفوا الدراسات اللي يقوموا بها الأطباء حتى في الخارج رامي بعدوا في الناس على ماكلة الياغورت ابعدوا عليه. نفس الفكرة على الكريمة اللي الناس تبدأ تشها فيها في بعد شقال فترة. إذا كان كريمة أنت تعملها بالطرق الطبيعية معناها شوية حليب يعملوها بالعظام يعملوها بكذا هذه يمكن تكون مقبولة. أما 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 هذي اللي بودر اللي موجودين معناها في السوق أنا نفضل أن الناس تبعد عليهم راهم كلهم مواد كيميائية ما فيهم حتى حاجة طبيعية. وأول خطوة في الأكل بوعي أنك تأكل الحاجة الطبيعية. ما الحاجة الطبيعية
يعني وقت اللي تاكل منها راهي مش تمشي مع طبيعه البدن نتاعك. اذا كان حوايجي مش ماشيه مع البدن نتاعك، لانه تو مثلا ناخذ الكبد، الكبد هو مصفيت مجعول باش يصفي وباش يقوم بعمليه الهضم زاده. فما عده مواد كيميائيه معناها هو اللي مسؤول على تنظيمها وعلى تنظيف. كي تبدا امور كيميائيه هو ما عندوش خبره بها، مش تولي له سموم، والسموم مش تتراكم في وسط الكبد. كيف الكلاوي وقت اللي يجيو مش يصفيوا الدم من الزوائد اللي فيه ومن الحوايج اللي فيه، معناها وقت اللي هاللي برودوي شيميكي تعبوا الكلاوي. وقداش ولينا نشوفوا الفشل الكلاوي ولا منتشر بصفه كبيره، عفى الله الجميع، ولكن ردوا بالكم راهو هذاك الكل جاي من سوء التغذيه، جاي من الماكله نتاعنا نتاع توسكي اندستريالزي توسكي ارتيفيسيال صناعي. الحال ونبعدوا على الحليب ومشتقات، وشنو حاجه اخرى حاجه اخرى مهمه وهي كارثه من الكوارث الكبيره، وهو الغازوز، الغازات، المياه الغازيه. يا جماعه الخير، يا اهلي، يا ناسي، ابعدوا على هالمشروب هذا، راهو مضره مضره مضره. ولو كان نقعد نحكي لكم من هنا لليل ما نوفاش على المضار نتاعو. اولا فما ناس يقول لك انا نشرب في بلاصه الماء. يا سيدي ما واش ماء هذاك، هذاك ماء مخلط بالسكريات، مخلط كما كنت نتحدث على 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 على, على, على الياغورت، في دي برودوي كونسيرفاتور، في فهمتي شو لا اكل المنكهات لي زاروم، وبكلهم هذوك سيدي برودوي شيميك. زيد معاهم السكر بكميه كبيره برشا، وزيد معاهم الغازات اللي فيه. يعني هذه دبوسه الغازوز مرشوقه فوق كل مائدة نتاع افطار. انا عندي انا سامحوني انا طبيب، مي انا نقول حرام، انا وليت وفقي شرعي، انا نقول حرام حطان دبوسة الغازوز على مائدة الافطار. ليش؟ للمضار الكبيرة اللي فيه. اراوك الغازوز اللي تشرب فيه راهو ماهوش ماء، راهو السكر اللي فيه يخليه يتعدى طول الكلاوي ويكثر التبول، بخلاف السموم اللي يحدثها في الدم. باش تحبني نهضم ونعمل لك الكيس غازوز، ومن بعد انا سامحني في الكلمه يقول لك باش نتقرع هكا شويه، معناتها راني لاباس. معناتها اسيدي هالغازوز هذايا وحكايه التقريع وحكايه انك تحس روحك بالعظم، هو شنو يعمل؟ خل نفسر للناس باش الناس تفهم اش معناها. انت وقت اللي تشرب كاس غازوز قلنا بكله سكريات وبكله غاز، لكن الغاز هذاك المعده يكون الحجم نتاعها باش تفهموا، كل واحد يعرف قداش حجم المعده نتاعو، يشد اليد نتاعو من المعصم. يشد المعده نتاعو من المعصم ويحل يديه شوي، هذاك حجم معدتك. وقت اللي انت تحط لها الغاز مش يضغط على الجدار نتاع المعده يحلو. انت تحس لان المعده كانت مضغوطه من كثره الاكل ولا من الاكل الخايب، معناها اللي تاكل فيه من غير وعي يحلها. وقت اللي يحلها انت تحس بتفرهيده شويه، تحس والله العظيم اني هضمت، وانت لا، انت حليت المعده نتاعك اكثر فاكثر. مع طول المده والاستمرار في شربان الغازوز هذايا، المعده نتاعك نقولوا يكون الحجم نتاعها، نقولوا نحن ايتر غير ربع، مش يولي الحجم نتاعها ايترتين وثلاثه، وقتها الطامه الكبرى، وقتها تولي لا عاد تنجم تهضم ولا عاد تنجم تاكل اللي تحب، وكل ماكله تحطها في كرشك الا وراهي مش تعبك. وهذه راهو معناها امور علميه وصحيحه، وتعرفوش شنو الدواء نتاعها. لا تغذيه كما نجم نعالج امور اخرى ولا حتى شيء، الدواء نتاعها هو العمليه، يلزم يقصوا لهم العمليه. ومحقق راهو خيان اللي مطلعين ولاو يسمعوا بالشيروجي بارياتريك هذيا، انه قصان المعده، انه فما ناس المعده نتاعها ولات قلبه فيها، ولا ترفع خمسه سته 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 اطرات من الماكله. وهذايا يعني لاحظوه في الدول المتقدمه، فما دول الخليج زايده لانه عندهم العادات في الاكل، اقوى شيروجي، اقوى جراحه، معناها فيها ربح كبير في هالدول المتقدمه هذه وفي دول الخليج، هي جراحه تنقيص من المعده. يعني هذا كله السبب فيه هو المشروبات الغازيه. دكتور نفضلكم ما نوصلوش نحن الحاله دي، وخاصه يا شباب خذ بوسه ماء اشربها،
دبوسة معدنية خذها وشربها وتمتع بها، ما تشرب ليش الجازوز راه مضر صاف، راه إحساسك اللي تحس بيه أنك تفرهدت وأنك تقرعت راه هذاك المخلفات متاعه والعاقبة متاعه وخيمة ووخيمة جدا. به نمشي للأعراض الثالثة دكتور كان تسمح لي، الإحساس بسوء الهضم. يقول لك الماكلة ما زلت على قلبي، ما متهضمت الشيء، ما نفع ربي شيء، مشيت شوي يقول لك شيء ما زلت حسيتها قالب بعضه في وسط كرشي. وش يعمل وقتها؟ يبدي له وجع التقريح. وهذايا عملية سوء الهضم التخمة بلغة أخرى، التقريح الزايدة اللي يحسبها الناس ودي موجودة 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 بكثرة، يبدأ يحس ماذا به بعد ما يأكل يمشي يتكر. ردوا بالكم من هذه ويفشل بعد الأكل الحركة، بعد الأكل بعد حل الفطر لازم شوية حركة شوية مشي شوية حركات، وخاصة المشي صلاة التراويح، هذم الحوايج اللي منصح بهم بعد الأكل. أما الرقاد بعد الأكل هدايا غير منصح به، والناس اللي عندها الشيء هدايا على خاطر عندهم عملية سوء هضم، على خاطر عندهم التخمة. كيفاش تتكون التخمة دي عند الناس؟ شنية أسبابها ساعة باش نعرف وقتها كيفاش نعالجوها. أول حاجة هو المضغ اللي مش جيد، وأكدنا وقلناها عدة مرات راو المضغ وقت الإنسان يحط لقمة في فمه لابد يخلي لها الوقت الكافي باش تتمضغ كما ينبغي. تعرفوش علميا قديش يلزم اللقمة تدور في الفم بالمرة؟ قديه؟ 10 مرات. تقول لي برشا، هذا نقول لك ليديال، ليديال أن اللقمة اللي تحطها في فمك تدور 10 مرات في فمك. يا سيدي 5 6 4 مقبول. 5 ثواني هكيك ما تخلنا نعطيه بشوية. 5 ما نحكيش بالثواني، أنا نحكي قديش الإنسان نزم يدورها وقتها تجي فرصة التلفزة. فهمتيش ولا يس. في بلاصة تتفرج في التلفزة وانت تاكل وكل شيء، تلها بالماكلة متاعك، تلها بالمضغان متاعك. وهدايا أنا ننصح الـ 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 الأمهات وننصح الآباء باش وقت اللي يحطوا صغارهم بحذاهم يأكلوا يعلموهم الشيء هذايا. يا أخواني يا ري هذه الصحة. أنت صغيرك صحيح مش تضمن له مستقبله وتحبه يطلع لك مستقبل زاهي وتحبه يطلع لك متربي وتحبه يطلع لك كذا، ولكن زاد يلزم تربيه باش يطلع في صحة جيدة. من فضلكم ما تلوجوش على سبيدري متاع 100,000، ما تلوجوش توا على دبش العيد وإن شاء الله نعيده بخير وسلام ومبروك على الناس الكل. بربي ما تلوجلوش على السورية الباهية والفيستا اللي تسوى كذا وكذا. بربي وكلوهم مليح، علموهم قواعد التغذية الصحيحة، راهو هكاك ولدك وصغيرك نهار آخر يرحم عليك أكثر من اللي تتصور. علاش؟ لأن السبيد اللي شريته له تقطع ومشى، الفيستا اللي شريتها له تقطعت ومشات، ولكن صحة البدن اللي عطيتها له في بدنه هي اللي مش تقعد معاه. صحيح. ولذلك أنا نقول تغذية صحيحة في الصغر هي صحة وعافية في الكبار. بربي هالقاعدة هذه يا أمات اللي تسمعوا فيها، يا أباء اللي تسمعوا فيها، يا أولياء اللي تسمعوا فيها، بربي خوذوا بهالنصيحة هذه، خوذوا بالشيء هذه، واكلوا صغاركم حوايج صحية طبيعية، ولكن علموهم زاد كيفاش ياكلوا. كي تحطوا بحذاه مش تغزر له هو يتفرج في التلفزة والقدمة ما يعرفش عليها كيفاش تعديت والمغرفة تبدا تدور وهي ماشية جاية. لا، يلزم نخليه وقت للمضغ. هذه الحاجة الأولى، يلزم اللقمة تدور في الفم على الأقل 4-5 مرات. الحاجة الثانية، وقت اللي أنت ما تمضغش كما ينبغي، احنا عنا في الفم متاعنا عدة غدد اللي هما يسيبوا في مواد صالحة للهضم، يسيبوا دي زنزيم. هذا وقت اللي أنت تمضغ في ساعة القدمة وتبلعها ماكش مش تستغل هكل الانزيمات، وخاصة أنه الجلان ساليفير اللي عنا في الفم تعرف قداش لا عنا 6 منه و6 منه على العاب 12 غدة عنا في الفم متاعنا في الغب متاعنا فوق ال 12، أما على الأقل 12، 6 من 6 على اليمين و 6 على اليسار. وقت اللي تمضغ أنت في عقلك تفا بروفيتي الماكلة اللي تاكلها وتحطها في فمك، مش تقع عملية الهضم متاعها كما ينبغي. وخاصة الاختصاص متاعهم هم يسيبوا سكونابيل لاميلاز. لاميلاز هذه اختصاصها هو هضمان النشويات،
وما أكثر أكل النشويات عنا. وقت اللي نقول نشويات معناها هي الخبز، هي العجين، هي الحلو، هذوما بكلهم يقع الهضم نتاعهم، معناها الهضم نتاعهم معناها تقريبا 50% معناها من الهضم نتاعهم يقع في الفم. وقتاش هذا؟ وقت اللي تمضغ في عقل المضغ. دكتور متفاهمين في النقطة. مثال في المضغ، الحمات، الحمات اللي هي مسؤولة عليهم المعدة باش تعظمهم، لأن هي اللي عندها البيبسي، هي اللي مش تنظم اللحم. ولكن اللحم وقت اللي يوصل لها موسوات كبار ما همش مقطعين كما ينبغي تتعب المعدة في الهضم نتاعها. خليني بربي نوضح للناس باش وقت اللي يقول دكتور صدفي قال على المضغان خشنية فايته، يا سيدي فهمها، وخاصة انه الشعب نتاعنا مثقف، الشعب نتاعنا واعي، خليني يفهم. راك طرف اللحم وقت اللي ما تقطعهاش كما ينبغي، وين مش تقطعها؟ كي عندك سكاكن انت في المعدة، ما عندكش المعدة فيها ليزانزيم، فيها البيبسين اللي هو مش يعرف. اما وقت اللي مش يقطعها هي الزروس، هي الانياب، ربي علاه خلق لنا انياب وخلق لنا صوص باش ننقطعوا ونهريوا هاك اللحم هذاك، باش وقت اللي يوصل المعده، المعده تلقاه ساهل، تلقاه مقطع، تلقاه حاضر كانك عديتوا على الميكسير، وقتها تنجم تهضم بسهوله. شوفوا الامور كيفاش معناها مربوطه بعضها. وقت اللي انت تنفخ في عقلك راك توصل الماكله للمعده نتاعك بطريقه باهية ياسر وتعاونها ياسر على عملية الهضم. حاجة أخرى وتحدثنا عليها قبل وسي عبد الرحيم مش بدأ في الأول، هو أكل الكابتور. الكابتور اللي قلنا عليهم عنا دي كابتور في الفم بتاعنا وفي البلعوم، يحسبونا أي لقمة كليناها، يحسبونا قداش كلينا، قداش فيها من طاقة، قداش فيها من بروتيين، قداش فيها من ليبيد، قداش فيها من جلوسيد، ويعديوا المعلومة هذيك للمخ. وقت اللي المخ توصل له المعلومات الصحيحة عن طريق المضغ بالكذا، وقتها يعرف وقتاش الانسان خذا غرض، يحسب حساب، يبعث ميساج للمعده عن طريق الليبتين، هذه هرمون، فهمت؟ شو يقول لها؟ راه الانسان شبع صحيح، وبحلاها الانسان ياكل بعد يحس روحه شبع. حس روحك شبع، قوم على الماء. شوف النظام اللي نحن عندنا في البدن نتاعنا، بدنا يعاوننا باش ناكلوا بنظام، باش ما ناكلوش، باش ما نمرضوش. وما زاد على ذلك دكتور، وما زاد على ذلك فهو مرض، فهمتي؟ شو لا الناس تحب تمرض، خلي اللي ياكل على الشبع هذاك شبعان ويقول لك خلي نزيد، غير معقول. ما فماش زياده باش تزيدك، والله لا فما حد شيء، لا فماش زياده لا في صحه بدنك، ولا زياده في البروتينات، ولا زياده في الانرجي، ولا حتى شيء باش ما نجوعش من بعد. ما فماش انت وقت اللي قلك البدن نتاعك راك شبعت، سيكو راك شبعت. اذا مضغت مليح، اذا كليت مليح، راه يقول لك البدن نتاعك توا جاء زيت الشبع نتاعك. امشي وجرب، تلقى روحك الطاقه نتاعك منقص من حد شيء، تلقى البدن نتاعك خفيف، تلقى روحك في احسن الاوضاع. هذا فيما يخص ال 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 عمليه سوء الهضم. ولذلك الـ 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 في عمليه زاد سوء الهضم تجي انت بكري لمحت عليها، وهي السرعه في الاكل. السرعه في الاكل، لا الانسان إذا ما يقعدش على الأقل 20 دقيقة، على الأقل نقول أنا، على الأقل 20 دقيقة، نصف ساعة وهو على الميدة ياكل، يتسمى الإنسان هذاك ماهوش قاعد ياكل كما ينبغي. فما شكون يبدأ خفلفة؟ لا خفلفة لا، يبدأ يستنى وقتاش يخرج القهوة، لا يبدأ يستنى وقتاش كذا. هذا 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 غير معقول يا إخواني. تعلموا وعلموا صغيراتكم، علموا أولادكم، علموا الشباب أنه يلزم يقعد على الطاولة على الأقل بين 14 نصف ساعة، هذا أقل وقت. أما اللي يحب يقعد أكثر خليه يقعد أكثر، ميسيج يأكل في عقله، يعمل راحة ما بين الطبق هذا والطبق وأحسن هذا. حاجة ذيك يعمل راحة، أحسن حاجة. شنو أحسن حاجة؟ أحسن حاجة بيه. ولذلك هذه اللي معناها التعب. ثم حاجة أخرى زادة اللي تعاون باش يتنحسوا الهضم هذية وجبدنا عليها بكري، هو الحركة بعد الأكل. بعد الأكل ما فماش نوم يا أخي، لا أكل غافية صغيرة ليه ذيك في رمضان؟ لا كليت، فهمتيش ولا خديت غرض؟ اذا كان حسيت بالدوخه وحسيت روحك راك فاشل وحسيت روحك كذا، سكر راك ما كليتش بالكدا. ولذلك راجع طريقه الاكل نتاعك، راجع ماكلتك، ما نقول لك حتى شيء، حتى راجع 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 الماكله نتاعك. ما تحط هنا انا مش خليني من تو نقول، ربما الوقت هذاك علاش يا دكتور الوقت سيداهمنا، وانا دقيقتين، دقيقة أقل من دقيقة. به القبض
والمخلفات جهاز الكورونا على الجهاز الهضمي. نخليهم الجمعة الجاية. نخليهم الجمعة الجاية. ولكن أنا أعطيني نصيحة نختم بحاجة وهي مهمة ياسر. أنا مش نعطيكم طريقة الأكل في رمضان. طريقة الأكل في... اسمعوني مليح وطبقوها يبارك فيكم وستروا المنافع متاعها الكبيرة. هو يأذن الأذان وأنا نطلب من الناس الكل المريض والصحيح والكل أول ما يبدأ بأمبا ماء دافية ونأكد مليح تكون دافية. ما نحبش ما بارد، ردوا بالكم الماء البارد على معدة فارغة راهي مضرسة. أمبا ماء دافية، شربتش الماء ذاك الدافي وتوجيه بعد في حكاية القبض حكاية الماء هذيك راهي مش تهضم ومش تهضم مش تعاون على تحضير البدن باش يهضم مليح. تبدالي بأمبا ماء دافي. من بعد أنبة الماء الديسير. هنا أنا مش نقلب المواضيع الكلها والعادات بكلها والتقاليد بكلها. يا إخوان نقول ونعاود ونقول ونعاود، الديسير يتاكل قبل كل شيء. اللي كتب كعبة برقدان، كعبة تفاح، كعبتين تمر، كعبة بنان، ما نحبش البنان مش بتاعنا. فهمتي شو لا ديما الانسان ماذا به ياكل الحاجه نتاع ارضه نتاع بلاده نتاع كذا. فريز شويه فريز اللي انفع شويه فريز. الفريز مش تو لانه مازال قارص. الفريز ابارتي دو فامي يتاكل وما يسالش ياكل شويه فريز. الانسان اذا كان مش حامض برشا واذا كانوا معته لاباس عليها ما يسالش. اما كل الديسير الديسير قبل، وهدايا طوال في الحصه الجايه مش 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 نعمل عليه شابيتر كامل، خاصه الناس اللي تفهم واللي قاريه واللي كذا تو نفسر لهم علميا اش معناها ماكله الديسير قبل. دونك الديسير ديسير من بعد الديسير يجي صحن السلطه. صحن السلطه وما شاء الله تو السلطه موجوده الخيرات الكل، البسباس الخس الكرنب تحدثت عليه المرة اللي فاتت مع القرح وقتها نذكر فوالا تحدثت عليه على الكرنب. الكرنب الاحمر خاصه الكرنب الموضه ذاك راهو به ياسر، حتى الاخضر به ياسر. تنجم تتخلط كرنب وخس فوحها كيما تحب انت، اما لازم تجيني بعد الديسير صحن السلطه. بعد صحن السلطه تجي صحفه الشوربه. بعد صحفه الشوربه نفضل لو خيان يحبوا يطبقوا القواعد 100% يعملوا بيتيت بوس ترتاح شوي، يعملوا بيتيت بوس ربع ساعة نصف ساعة. وخيانا المغاربة ما عادش ياكلوا حتى شيء بعد الشوربة، يمشيوا يصليوا التراويح بعد ساعتين معناها يرجعوا وقتها يتعشوا. ولذلك بعد صحفة الشوربة اعملوا بيتيت بوس وبعد تعشى اللي كتب اللي واضح. موجود البلا برانسيبا. دونك نعاود طبقوا لي هذه، نحب من اليوم هذه يقع تطبيقها وستراون الفايدة متاعها من الاخر رمضان نتحاسبه. أنبة الماء الدافية، ماكلة الديسير، ماكلة السلطة، صحة الشربة، راحة شوية وبعد الطبق الرئيسي. وإن شاء الله بالشفاء للناس الكل وصحة شربت الناس الكل. أمين يا رب، إن شاء الله بالصحة للناس الكل وإن شاء الله ربي يتقبل سيامكم. دكتور ميرسي على حضورك بحثاني كالعادة. فهم برشا ما نفع، فهم ديتاي ما كنتش نعرفهم الحقيقة، برشا ديتاي كنتش نعرفهم. دكتور رضوان الصدفي طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي لانتيغراتي للانترفيو تلقاه شوية أخرى على الباج أوفيسيال فيسبوك. هكا نكون وصلنا لآخر سانتي 5.0 بالنسبة لليوم. قبل ما خليكم بربية نحب نسلم برشا أمتي ديكاس كبير برشا السيد الملازم زهير بالأكحل، خاصة بعد الترقية هذه اللي صارت له هو وجميع الزملاء نتاعهم. ان غرو ميرسي الحقيقه زهير، ان شاء الله مبروك وان شاء الله العقبه المهم. نتلاقاو غدوه في نفس التوقيت. دي سيلا بسيف يا دوما. على خاطر صحتك اغلى معنا، وعلى خاطر في الحياه فهم نمنو بالعلم وباصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.